يا صباح الخير عليكم جميعا، كيفكم؟ اخباركم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال. يا بنات بفيديو حماسي، بفيديو جديد. بنات مره متحمسه، خلاص ما بقى شيء على رمضان، باقي يومين. مره مبسوطه مره سعيده. ابي اقول لكم اني صحيت من بدري، صحيت كل طاقه ونشاط، نظفت غرفتي تنظيف كامل، تنظيف شامل، حتى البقع اللي في السجاد مسحته، بدلت مفارش الاسره. مره مقهوره بنات انه ركبت مفارش القديمه، مره مقهوره. عندي شحنة كبيرة من شيئين المفروض توصلني من يمكن 3 أسابيع أو 4. بنات طلبت شحنة مرة كبيرة كلها مفارش، بس عشان الشحنة المبلغ المالي حقها مرة كبير فعلقت في الجمارك. المهم وأنا كنت كذا مفهية، مش مستغربة، أقول أكيد بتجي مش مركزة. المهم لين حسيت إنه مرة تأخرت، كان 3 أسابيع. تواصلت مع شئن، قالوا لي إنه عالقة في الجمارك وطلبوا كذا بيانات معينة مني، وقالوا راح يضبطون الوضع. المهم من جد كان نفسي أبدل المفارش الجديدة اللي اشتريتها. تخيلوا بنات، قاعدين ذي الحين أذان الظهر وأنا يا بنات ما فطرت ولا شيء، بس قاعدة أشرب موية، صاحي من الصباح بدري، بس قاعدة أرتب وأنظف وأمسح الجدران. الجدران أوكي نظيفة، بس في أماكن كذا معينة فيها طبعات. دقيقة بنات قالوا لي زهرة بدلي المراية هذه، شليها وجيبيها هنا. تجاهلوا في حوسه، في اشياء ما وزعتها هناك عشان قلت مع تجهيزات رمضان وكذا خليها قدام عيني. المهم قالوا لي شيلي هذا الكورنر كوفي وجيبيه هنا، التسريحه جيبيها هنا. لا دقيقه، قالت لي البنت، حسيت البنت يعني تفكيرها حلو وكتبت لي تعليق في اكثر من فيديو، فاحس انه لازم اسويه. يلا نعيد من جديد. الكورنر كوفي اخذه احطه هناك مكان المرايه، المرايه مكان التسريحه، التسريحه مكان الكورنر كوفي، صح كذا فهمتوا؟ ان شاء الله نكون فهمتوا. عجبتني الفكره وعجبني انه ببدل، احب ابدل بنات، مره احب ابدل غرفتي، ما احب كل شيء يعني يقول يعني ما احب ابدل اشياء جديده، لا احب ابدل اماكن كذا يعطيني طاقه حلوه. المهم بنات خلو اقول لكم ايش صار امس. امس طلعت، وين رحت؟ وين رحت يا زهرة؟ اتوقع قاعد تشوفون ولا لا؟ شوفوا دقيقة، شوفوا قاعد تشوفون مقاضي واشياء شريتها. وين رحت امس يا بنات؟ رحت الدانوب. اخذت انا ليلة رمضان احب يكون اجواءها زي فكرة ليلة العيد، يعني ليلة رمضان احب يكون فيها جمعة، يكون فيها قهوة، يكون فيها حلويات، نلبس ملابس رمضان، نروح نصلي التراويح، نرجع من صلاة التراويح على كذا جلسة حلوة، جلسة فيها قهوة عربي وحليب ونسكافيه وكل شيء مع حلويات. فأمس يا حبايبي رحت الدانوب وأخذت الحلويات هذه. طيب خلاص اكتفيت؟ لا ما اكتفيت. وين رحت بعدها؟ بعدها رحت القرية الشعبية. ليه رحت القرية الشعبية؟ عشان أجيب حلويات شعبية تراثية. بعدها وين رحت؟ رحت جوهرة هجر. في بنت قالت لي انه جوهرة هجر عنده فوانيس حلوة وكذا وكذا وكذا. المهم رحت اشوف الفوانيس، حسيت انه حلوة بس حسيتها شوية يعني عارفين، ما اعرف كيف اقول لكم، الذهبي. انا مو اي ذهبي يعجبني، احب الذهبي اللي يكون ذهبي، ما اعرف كيف، مش ما اعرف كيف اوصف، بس في ذهبي يكون حتى لو كان من بو خمسة، في ذهبي يبان لونه كذا غالي، في ذهبي يبان لونه كذا فيك واوفر. المهم يا حبايبي رحت وما عجبتني الفوانيس، طيب اكتفي؟ لا ما اكتفيت. قلت الحين انا شريت من القرية الشعبية توزيعات اللي بوزعها ليلة يعني اول يوم رمضان، بروح نصلي التراويح راح اخذ معايا توزيعات هذه للاطفال. طيب قلت بدل ما اروح بو خمسة، انا كنت ناوي اروح امازون واجيب بوكسات، رحت دورت عندهن، طلع عندهن يا بنات بوكسات واكياس واشياء مره تجنن. فالحين قلت لكم ما فطرت، بنزل اسوي لي فطور كذا معتبر، وبحط لكم فيديو اللي صورته امس في الدانوب. اوكي بحط لكم فيديو الدانوب وبفطر وبرجع لكم اوريكم كل المشتريات اللي اخذتها، الحلويات والتوزيعات والبوكسات وكل شيء. فيلا تفرجوا حباني لين ارجع لكم. بس صح بنات قبل كل شيء، مره شكرا على كلامكم الحلو، مرة شكرا على تعليقاتكم الإيجابية، مرة أحبكم. لا تنسون بنات انزلوا تحت اشتركوا وحطوا لايك وسووا شير لأهلكم وأصدقائكم، تمام؟ شو أول قسم دخلته في الدانوب، شو وش حصلت؟ السعنونات هذه الفنانيس وكذا ب 12 ريال.
خلوني اروح على طول قسم الحلويات، انا جيت اخذ حلويات. فيلا انا راح اخذ حلويات للبيت وباخذ حلويات لي انا لغرفتي. فللبيت ممكن اخذ زي كذا او زي هذا اللي تحت، مش عارفه. مبدئيا باخذ هذا اللي هي لغرفتي، هذا اللي عجبني في السناب، كلكم قلتوا لي خذي منه. راح احط لكم سنابي هنا بنات، لو انتم مش ضايفين سناب ضيفوني. شوفوا زي الفانوس، اذا خلصوا الشوكولاته تحطون داخله شمعه وتصير كذا طلع الكنور. بسم الله. في بعد اللي 30 يوم من كندر ابغاها لي، بس خليني اشوف ايش راح اخذ اهلي. هذا احس شكلها حلو، هذه حلوة وكميتها كبيرة ما شاء الله. كم فيها؟ كم كيلو؟ 850، يعني كيلو إلا ربع إلا 150. شوفوا هذه بنات، مو هذه أحلى؟ أحس هذه أحلى، ما أدري والله، كنا ذي أحلى. هذي بحطها في الصالة، راح أبدل هذي برجعها. خلوني بس أرجع الشوكولاتة هذي. ما حتى هذي شكلها حلو بنات، قاعد أحتار بس مدري. هذيك عجبني إني مكتوب عليها، شوفوا كل عام وانتم بخير. شو هذي تحمس من لند، لند ولا لند؟ أنا أسميها لند بس إنه شكل فيها تاء، ما أعرف سايلنت ولا نقرا، ما أعرف. شكلها حلو زي القسطير. قاعدة أروح وأرجع لها القسم. شكلي باخذ هذه بعد لاهلي، ابي لها نوعين شوكولاته، وانا باخذ هذا الفانوس وباخذ كندر اللي 30 يوم. شوفوا الفمتو كم وصل سعره، 15 ريال. تخيلوا تونو موجود فلولو كم سعره؟ سعره 4.5 ريال، بس لازم تكونون اشتريتوا فاتورة مثلا مش أقل من 100 ريال، عرفتوا؟ هنا قسم القهوة اللي مرة أحبه، أحب كذا أتفرج، حتى لو ما اشتريت شيء أحب أتفرج منه. شو الكبسولات هنا؟ دائما الدانوب عندهم كبسولات كثير مختلفة. ايش افضل كذا اظرف قهوه تحبونها؟ انا اظرف القهوه للاسف ما، يعني في نوع واحد بس اللي حلو ناسي ايش هو، شيء مصري نسيت اسمه، كان يعجبني شويه بس الباقي هذه مستحيل اشربها، ما تعجبني، ما كذا ما تناسبني، ما اعرف ليش. اذا في نوع معين اكتبوا لي، نفسي اجرب شيء سريع. يلا بنات خلوني اكمل تسوق، احس اني قاعده اصرف معاكم ما قاعده اركز. باخذ كل مشترياتي وارجع لكم. راح افطر الخبز هذا مع جبنه قريش. حسوي معاها شاهي وبس. ترى اهلي قاعد يسوون الغداء الحين، وقت غداء مش وقت فطور. بسخن لي هذه تكفي برجع الباقي. اليوم ليش احس ان فطوري كانه مصري؟ شايف الخمسينة وجبنة قريش، ناقصني عيش سنة ولا سن ما ادري ايش اسمه. بحط شوية زعتر، بسم الله. بس ايش رايكم فطوري الجميل؟ يحمس صح؟
صراحة الجبنة هذه الفترة الأخيرة من مفضلاتي في الفطور، في الفطور أو في العشاء مرة حلوة. ترون هي بنات مليانة بروتين، زائد إنه 100 جرام فيها 95 سعرة حرارية، فشيء لطيف. يلا يحباني أفطر وأروق وأرجع لكم أوريكم كل مشترياتي. يلا يا بنات خلي أوريكم مشتريات. أول شيء بوريكم الأشياء اللي أخذتها من الدانوب لي لغرفتي، تمام؟ اللي تخصني. أول شيء أخذت هذا، أنا ماني مصدقة إنه كيف لحقت عليه. أبي أقول لكم يا بنات سنويا تنزل منتجات، مو شرط من كندر، منتجات من شركات مختلفة تكون نظامها 30 يوم. كذا كل يوم تفتحين تاخذين لك شوكليت وتلاقين جملة حلوة، جملة تحفيزية أو أمر حلو إنك تسوينه، يعني تصدقي سوي. ففي أشياء كذا لطيفة، فكل سنة كنت أشوفها وأحس إنه لا بدري أشوفها، مثلا في نص الشهر كنت أشوفها كذا في شعبان، فكنت أحس إنه لا بدري بدري. السنة هذه قلت نفسي حركة لا بدري. بنات أنا ترى ما فيني صبر، أنا يعني أخس من الأطفال، إذا جبت حاجة البيت أحس إني مرة متوترة وأبي أفتحها وأبي أجربها. والحين والله ماني عارفة كيف بصبر، بقي يومين على رمضان ماني عارفة كيف بصبر إنه أبي أفتحها وأشوفها، بس أشوف يعني إيش فيها. عارفة إن فيها شوكولاتة، بس هل الشوكولاتات كلها نفس بعض؟ ناسية، أنا أذكر جبت حاجة زي ما أدري. بنات ناسية من جد ناسية. المهم هذه هي، وها تبدأ فيها 30 يوم، وكل يوم خلي أقرأ لكم إيش كاتبين. افتح نافذة واحدة في اليوم، اكتشف عمل صالح جديد مع وجبة صغيرة من كندر. مرة كيوت، يعني كل يوم بلقى شوكولاتة وكذا عمل صالح تسوونه، مرة حلوة ولطيفة، تصلح للأطفال، تصلح في البيت كي تحفزون الأطفال أو تحفزون أنفسكم. صراحة مرة أحب أجيب أشياء كذا لنفسي، فجبت هذه كيوت. لا فين اجلس كذا، بخليه اجلس لازم. دقيقة بنات، يو جبت كيسة مشترياتي حقت رمضان بخمسة، بسم الله، وانتو شفتوها خلاص، فهذه استفيدها ستاند كذا، تمام. اوكي وش اخذت بعد من الدانوب لغرفتي؟ اخذت هذا الفانوس، فانوس يجنن شكله حلو ولايق على غرفتي، يعني اقدر احطه في الطاوله في الصاله هناك. هذا احسني اقدر افتحه، ما باكل منه بس احسني اقدر افتحه واشوف شو مكوناته، صح؟ لانه ما في تحدي وما في شيء. بسم الله خلينا نفتحه مع بعض. مرة أحب الأشياء اللي كذا حلوة ولذيذة وكذا لطيفة في نفس الوقت. شفت عند فيروشيه نفس الهلال، حسيت إنه حلو، قلت يعني أخذ هذا ولا هذا ولا أخذ اثنين هن. لا كثير متابعين قالوا لي لا أخذي هذا وخلي هذاك العيد. ياي أو كيوت، شوفوه داخله زي كذا كيوت بنات، مره كيوت جدا حلو، حبيت انها كذا متغلفين فيها. واحدة اثنتين ثلاثة اربعة خمسة ستة، فيها ستة، مره حبيت. بجيب حاجة اضاءة او شيء واحطها داخل، ايش رايكم؟ هذه برجعها بس ابي اجرب فكرة الفانوس. دقيقة بحط الإضاءة هذه داخل، أشوف أشوف فانوس ينور من جد. واو كيوت بنات كيوت، بعد شوي إذا شليته من هنا ما يطيح. بنات حبيت، أوكي هو شكل فانوس بس توقعت إنه ما بيطلع حلو، بيطلع عادي. أنا عجبني حلو، مرة حلو. أوكي هذا ثاني شيء، إيش في بعد؟ ايوه هذا الدانوب، الاشياء الخاصه فيني، اشياء البيت ما جبتها، خليتها تحت. اخذت ما قلت لكم رحت ورده هجب، اخذت هذه. واذا انتم ضايفين سناب فشفتوا امس اني رحت ورده هجب. شو ورده هجر؟ هجر سنتر؟ لا جوهره هجر، احنا في الحسا عندنا ورده هجر، هجر سنتر، جوهره هجر، فكلها اخربط بينهن. هذا جوهره هجر، شوفوا شوفوا كيسته. اوكي
اقولكم لو انتم ضايفيني في سناب كان شفتوا امس سويت جوله وصورت كذا اشياء من عندنا حلوه. فشوفوا اخذت من عندنا هذه، اخذت هذه هذه حقت اولاد، بوكسات ترتبونها تحطوا فيها توزيعات، وهذه حقت بنات. هذه سعرها كم ما اعرف، ما ادري والله كم سعرها، بس البوكس الشده الواحده فيها 12 وحده، يعني 24 حبه جبت. واخذت بعد من عندهم هذه، واخذت بعد من عندهم هذه، هذه عليها سعرها هذه ب 6 ريال ونص. شوفوها بالونات، احطها داخل توزيعات او انفخها واخليها، بس احس اني ابي احطها داخل توزيعات يفرحون فيها الاطفال. جبت ثنتين، قلت عشان احط في هذه، بس هذا اللي اخذته من جوهرة هجر. بعدين يوم جيت البيت قلت لاختي لا ليش جبتي عساكم من عواده، كان جبتي رمضان مبارك رمضان كريم. انا بنات شوفوا انا اكثر شيء عندي اسويه في الحياه يعني، وانا شخصيتي مره سريعه، بسرعه رحت الدانوب، بسرعه رحت القريه الشعبيه، بسرعه بسرعه بسرعه، بس عشاني سريعه وانجز وكذا تلاقوني ما عندي تركيز مره، تركيز شويه. المهم اني حسيت من جد في قلبي، يعني في قلبي حسيت انه من جد عساكم من عواده صح رمضان، بس قلت لاختي لا عادي عساكم من عواده، يعني رمضان مش عساكم من عواده، يعني عسانا من عواده في العيد ورمضان لا، يعني رمضان ما لنا داعي، لا بالعكس حتى رمضان كلمه تنقال عساكم من عواده. والله انا في قلبي حسيت بجد تصلح للعيد، بس انه عجبتني بنات كل الانواع اللي لقيتها، اكياس يعني كيس، شفت الكيس هذا لقيت زي هالكيس بس مكتوب عليه رمضان مبارك، بس انه صغير يعني لين هنا. حسيت الكيس مش عملي اني راح اعطي احد، حلو اني اعطيهم بوكسات كذا مسكره. الكيس حلو في البيت، خل افتح معاكم واحده واوريكم اياها. لا 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 ايش سويتي يا زهرة؟ اهدي اهدي بسم الله. ثقيلة كثبت. هذا يبي له احط له شمعة اللي بالبطارية، شوفوه زي البوكس كذا تسكرونه، كيف تسكر من تحت ومن هنا ما عارفه كيف تتسكر لها طريقه. والله ماني عارفه هذا، بعدين بحاول اشوف كيف تتسكر، هي تتسكر وتصير كذا ما اعرف كيف، بس تصير كذا. ايوه هي المفروض تصير كذا زي العلبه، ان شاء الله نتجمع ونسويها بعدين، راح اسويها معاكم ان شاء الله في القناه الثانيه. اعدل البوكسات هذه كلها، اوزعها ارتبها معاكم، بس ابي اشوف بالونات كم كاتبين، مش كاتبين. ايوه 12 وحدة، لا 12 انش، هي 20 وحدة توني اشوفها 20. اوكي طيب ايش اخذت بعد هذا اللي اخذته؟ طب هذا شو نحط في شو نحط توزيعات هنا؟ هذا اللي رحت شريته من القرية الشعبية. تخيلوا يا بنات اخر مرة سافرت دبي، كل ما اروح القرية الشعبية العالمية اقول هالقرية الشعبية في الفيديوهات، اقول والله اليوم انا رايحة اصور معاكم في القرية الشعبية، يعني ما فهمت وما رضى مخي يفهم انها هذه القرية العالمية. طيب على بال ما حفظت القرية العالمية الحين وانا في القرية الشعبية كل ما اجي اصور اقول لكم والله وصلت يا بنات القرية العالمية، اقول لكم مخي حوسة. ايوه يلا نجي الاشياء توزيعات. اول شيء واهم شيء ودائما نحطه احنا في كل شيء الشبس، هذا هذا من الاشياء الشعبية اللي نوزعها في رمضان في الاعياد في المناسبات الشعبية الخاصة زي كذا، راح احط داخل كل كيس حبه من هذا. فهذا اول شيء. واخذت بعد هذا، هذا من الاشياء الكيوت اللطيفه اللي احس حلو تتوزع للاطفال، بسكوت مع شوكولاته. واخذت بعد اكيد نحول، نحول احس بعد من الاشياء الشعبيه اللي نحبها، يعني اشياء احنا صغار صرنا نحبها وكذا نجيبها في توزيعات. هذا صراحه انا ما كنت ابيه لان مش مره احبه، بس انه تقول اختي لا بسكوت الموز هو يعني من الاشياء القديمه وفي ناس تحبه، لا اجيبيه وشكله كذا لطيف ويذكرنا بالماضي، قلت يلا فاخذته. وجبت بعد هذه حلاوه النظارات، اتوقع تعرفونها، ما في طفل في الحياه الا يعرفها، بس فراح احط في البوكس هذا حلاوه
وبسكوت وكيكة نحول وهذه، يعني حبة من كل شيء مع بلونة. ايش رايكم؟ كذا بيكون حلو. بس هذه مشترياتي وتجهيزاتي لزينات وتوزيعات رمضان. ان شاء الله يا بنات الفيديو الجاي باذن الله راح يكون انه راح ارتب معكم الاضاءات اللي شريتها، البالونات، في بالونات شريتها هذه راح انفخها واوزعها واوزع كل شيء. بس كذا خلصنا وصلنا نهايه الفيديو. انتظرون الفيديو الجاي ان شاء الله راح نعلق زينه رمضان ونوزع التوزيعات هذه كلها، واغير كذا في غرفتي، ابدل مكان التسريحه، اسوي كذا تجديدات في غرفتي. شكرا على وقتكم ومره احبكم. لا تنسوا بنات حطوا لايك واشتركوا في القناه واكتبوا لي تعليق لطيف. احبكم، اشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. مع السلامه.